بطولة تعويض ممتاز في الموسم. لكن جون رويز، جون رويز يسدد فرصة الجول. كريم 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 القحطاني يرجع أخيرا ويرجع بجول التقدم للفيحة، يرجع بجول التقدم للفيحة. كريم القحطاني اللي يلعب اليوم صانع لعب يسجل الضغط، الضغط الكبير اللي يأتي. هذا جون رويز تسديداته مؤذية لحارس المرمى، وهذه الكرة بالتأكيد بالهداوة، بالهداوة يأكد التقدم وهدف ثالث للفيحاء، ثالث للفيحاء للمرة الأولى في المباراة يتقدم الفيحاء لأول مرة. على فكرة رجع بالسلامة خالد دماس بالسلامة، لكن شوف كريم، شوف كريم المتابعة للتسديدة اللي يعني ما عرف يبعدها بشكل أكثر راحة لدفاعاته خال اللي هو أحمد مناع. التسديدة اللي كانت من جون روز واللي له دور كبير جدا.